أحسن الله إليكم، هذا سوداني إبراهيم ومقيم للطائف يسأل عن معنى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم، فيه تحريم المرأة التي عقد عليها والد الشخص، فإذا عقد والدك على امرأة عقدا صحيحا فإنه لا يجوز لك أن تتزوجها بمجرد العقد. معنى قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ما عقد عليهن آباؤكم عقدا شرعا. من جملة المحرمات، بل أول المحرمات في النكاح، منكوحة الأب، إنها تحرم على ولده وعلى ولد ولده إلى الأبد، ما تناسلوا بهذه الآية الكريمة، ولو لم يدخل بها الأب، مجرد العقد يكفي للتحريم. قوله سبحانه: إلا ما قد سلف، أي ما مضى قبل التحريم، قبل نزول الآية، إن كان في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الشيء، فما مضى قبل نزول الآية فإنه معفو عنه، إلا ما قد سلف. نعم.